السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. فهاد لا فيديو ان شاء الله غادي نكملوا تلخيص فصول روايه علبه العجائب. ديجا حطيت لكم الريزومي ديال لي شابيترو اللي قبل، ودابا وقفنا في لو شابيترو 9 غنديروه في هاد لا فيديو ان شاء الله. كيف عارفين ان هاد الروايه هادي فيها 12 شابيتر، وكل شابيتر فيه بزاف ديال لي زيفينمون اللي انا كنعتبرهم كاملين برينسيبو. بزاف كيطرحوا عليا لي كيسيون، واش ركزوا على كاع الاحداث ولا فقط الاحداث اللي عندها علاقه بالناس ديال دار شوافة، ولا فقط الاحداث اللي عندها علاقه بالراوي ديالنا. نصيحه نعطيها لكم من دابا، حتى حاجه ما تحيدوها، وحتى حاجه ما تبداو تقولوا هذه غتحط وهذه ما غاديش تحط. كل شيء حاولوا تركزوا عليه، وكل شيء يعطيه الحق ديالو. بطبيعه الحال الغيزومي ما كيكونش فيها لي ديتاي كاملين ديال لي زيفيرمون اللي كاينين في لو شابيتر، مي نتوما تقدروا تغلبوا على داك النقص اللي كيكون في الغيزومي بلي زيكزام. يعني مني غادي تكمل الغيزومي ديال الروايه وغتبدا تخدم في امتحانات، كل مره غتكتشفوا واحد ليكسخي جديد اللي نقدروا نكونوا طرقنا ليه في الغيزومي، ونقدروا نكونوا وما هضرناش عليه. كنتمنى انكم تعطيو لاطاك باش تحيدوا هذه الروايه بالزربه وتبداو الروايه الثانيه. ونبداو على بركه الله الغيزومي ديال لو شابيتر 9. Le narrateur tombe malade, il souffre de la fièvre. Le narrateur ديالنا سيدي محمد مرض ولا كيعاني من السخانه. في لو شابيتر اللي قبل لو شابيتر 8 شفنا ان سيدي محمد مرض من بعد ما شاف ديك الكومبا، ديك لا ديسبوت اللي كانت ما بين المعلم عبد السلام وداك الدلال. عارفين حنا ان واحد اثنين جا المعلم عبد السلام وقرر انه يلبي الرغبه ديال الزوجه ديالو ويشري ليها لي بغاسلي اللي كانت طالبه عليهم، حيت الخدمه ديالو كانت غدا مزيان وعايشين بخير، ما خاصهم حتى شي خير. ملي دخلوه الفلوس قال لالا زبيده اليوم غادي نمشيو باش اننا ناخذوا لك البراسليات اللي بغيتي. لالا زبيده دات معها الجاره ديالها اللي كتقاسم معاها نفس الطابق اللي هي فاطمه بزويه وسيدي محمد والمعلم عبد السلام. ملي وصلوا للسوق دي بيجو، المهم بقاو كيشوفوا بزاف ديال لي زارتيكل، بزاف ديال لي بيجو. شافوا واحد الدلال كيدلل بواحد المجوهرات. ما علينا، لالا زبيده صافي عجبوها، قالت المعلم عبد السلام صافي خذ لي هادو. المعلم عبد السلام ملي بغى يخلص هاد لي بيجو هادو وياخذهم لالا زبيده، هذاك الدلال ملي عرف المعلم عبد السلام بغاهم بقى كيزرب عليه، بغى يزرب عليه كي كنقولوا حنايا، كيمشي يغبر وكيقول لي لا راه فلان عطاني كثر زيدني. كيقول لي المعلم عبد السلام ماشي مشكل، هاك شويه ثاني كيمشي يغبر، كيجي ثاني كيزيد الثمن على المعلم عبد السلام. صافي وهو ينوض واحد الخصام بين المعلم عبد السلام والدلال. علاش؟ حيت داك الدلال بغى يعني بقى يعصب في المعلم عبد السلام ويستفزو، او بغى كما كنقولوا يبقى يزيد عليه كل مره في الثمن. ملي ضاربو سيدي عبد السلام في الاخير شرى لي بغاسلي لالا زبيده وجابهم ليها للدار. وليني المعلم عبد السلام مني خلص دوك لي بغاسلي ورجع الفلوس داك المشوار بغى يديروا في داك الساكوش، الناس اللي كانوا بكري كيديروا داك واحد الساك قدامهم الرجاله، يعني بغى يرجع داك المشوار في داك الساك ديالو، هو راه نزالق ليه وطاحوا ليه الفلوس، وديك الساعه باقي ما عرفش بان الفلوس طاحوا ليه، ودخل الدار وعطى لالا زبيده دوك لي بغاسلي. سيدي محمد من بعد هاد الاحداث كاملين، حنا عارفين ان عنده واحد الصحه اللي هي على قد الحال، طاح ومرض وطلعاتو السخانه، يعني بات يعني الليله ديالو كامله كانت كيحلم بالكوابيس وهو الصباح طالع عليه السخانه. سويت على بيغ دو سون كابيتال اللي هو لي ليمون بيرتورباتور، يعني العقده ديال القصه ديالنا كامله، حيت عارفين حنا ان لا بوطاميري هي رومون اوتوبيوغرافيك، يعني عندها شيما ناراتيف. شيما ناراتيف كتكون من خمسه ديال لي زيتاب، عندنا لا سيتياسيون انيسيال وضعيه البدايه، ولي ليمون بيرتورباتور هو الحدث الثاني، يعني هو العقده ديال القصه ديالنا. والعقده ديال القصه ديالنا هي فقدان الاب النقود ديالو، يعني ما بقى عنده لا فلوس لا حتى شي حاجه. Le père décide de vendre les bracelets et d'aller travailler aux environs de Fès comme moissonneur pendant un mois. Le معلم عبد السلام طاح ليه رزقو كامل، tout son capital, tout son fonds de roulement. الناس ديال بكري ما عندوش فلوس كيديرها في الدار، وفلوس كيديرها في داك الساكوش ديالو، فلوسو كاينين في بلاصه وحده في داك المشوار في داك الساك ديالو. ملي طاحوا ليه الفلوس ما بقاش عنده باش يجيب السلعه، ما بقاش عنده باش يخلص الخدامه، ما بقاش عنده باش يصرف على الدار ديالو. دونك اشنو قرر؟ قرر انه يبيع دوك لي بغاسلي، حيت ما رضاش انه يتسلف ويجيب السلعه كريدي، يعني قرر انه غيبيع هذوك لي بغاسلي اللي اصلا كانوا السبب ديال النحس اللي دخل للدار، اي دالي طرافايي اوزونفيرون دو فيس، ويمشي يخدم في النواحي ديال فيس.
كوم مواسونور يخدم حصاد، يعني المعلم عبد السلام الوقت اللي طاحوا ليه الفلوس كان الوقت ديال الحصاد، قرر انه غادي يسد لاتولي ديالو وغادي يبيع لي براسلي، والفلوس ديال هاد لي براسلي ماشي غيديهم معاه، غيخليهم لاله زبيده تصرف بهم في هاد المده ديال الغياب ديالو. المده ديال الغياب ديال المعلم عبد السلام على المنزل ديالو غتدوم مده شهر فقط. بين قوسين داك دريس لو تانيو داك المتعلم ديال المعلم عبد السلام اللي قلنا عنده جوج ديال المهام، المهام الاولى انه كيتسخر لاله زبيده، والمهام الثانيه انه كيعول المعلم عبد السلام في لاتولي. المعلم عبد السلام ملي سد لاتولي وصى هاد دريس لو تانيو، قال لي غتبقى تسخر لاله زبيده، ولاله زبيده وصاها المعلم عبد السلام قال لها بقاي تعطيه ما ياكل وداكشي. ما علينا، المعلم عبد السلام صافي باع لي بغاسلي، عطى الفلوس لاله زبيده، مشى للنواحي ديال فاس باش يخدم حصاد. لو ديبار دو بير اي فيكو كوم ان غرون درام، يعني هاد الفراق وهاد الغياب ديال الاب والذهاب ديالو انه يخدم في النواحي ديال فاس، يعني خلق واحد الدراما واحد البؤس كبير في داك المنزل. سيدي محمد ا بيردو سون اتيتود ا ايماجيني، سيدي محمد فقد داك ديك الميول ديالو او ديك الموهبه اللي كانت عنده ديال الخيال، وديك ليماجيناسيون اللي كان كيخدم مني كيكون بوحدو كيعيش في العالم ديال ليماجيناسيون اللي كيكون فيه هو سعيد، وكيخرج من العالم ديال الحقيقه اللي كيكون فيه حزين ووحيد. يعني سيدي محمد ملي كيمرض ليماجيناسيون ديالو ما كتبقاش خدامه، ولا بوطا ميغفي ديالو ما كتبقاش داكشي اللي فيها لي زوبجي ديال اللي فيها ما كيبقاوش يتحولوا الاشياء اللي هي سحريه، واخا يبقى يشوف فيهم مده اللي هي طويله. سابواطا ميرفي سي ترانسفورمي اون سيركوي، سيدي محمد قال لنا بان ديك الصندوقه ديالو اللي فيها دوك لي زوبجي تحولت لواحد النعش، سيركوي يعني داك الصندوق اللي كنديروا فيه الميت، يعني دوك لي زوبجي بحال ماتوا داك انهم يتحولوا لواحد الحاجه، وفي الخيال ديال سيدي محمد ما تحولوش، يعني كل حاجه كتبقى في الحقيقه ديالها، يعني داك البينيس كيبقى بينيس، صديفه صديفه، العقيق عقيق، يعني حتى حاجه ما كتحول لحاجه سحريه، يعني كيبقى دائما كيعيش في العالم ديال الحقيقه. علاش؟ حيت ليماجيناسيون ديالو ما خداماش، حيت هو مريض وفيه السخانه، داكشي علاش قارن هنا بالصندوق ديال الميت، يعني دوك لي زوبجي بحال ماتوا. لاله زبيده اي سون فيس او غون دي فيزيت شي لاله عيشه، لاله زبيده هي والولد ديالها سيدي محمد مشاو باش يزوروا لاله عيشه. شكون هي تاني هاد لاله عيشه؟ هي لونسيان امي دو لاله زبيده، هي صديقه قديمه ساكنه في غيو الحجامه. لاله عيشه ساكنه في بلاصه والعائله ديال سيدي محمد في بلاصه، لاله عيشه ساكنه في غيو الحجامه ومزوجه بمولاي العربي. كي لو غابروبوزي دالي فيزيتي سيدي العرافي، هاد لاله عيشه مني جاو عندك اقترحات على لاله زبيده، قالت لها يلاه نمشيو نزورو واحد السيد اللي هو سيدي العرافي، ان فويو افوغل، واحد الشواف اللي هو في الحقيقه اعمى، يعني ما كيشوفش، ولكن عنده ديك البركه ديال انه كيعرف شي حوايج يعني في المستقبل. ثاني بين قوسين سيدي محمد غيبطل لمسي، ما غيقولهاش للفقيه، واخا هو مريض غديه معاها عند سيدي العرافي، وغتكون موجده الكذبه للفقيه الا تلاقات معاه، غتقول لي زعما رديتو عند الطبيب داكشي علاش ما جاش للمسيد. دابا غنمشيو نديرو واحد التذكير لاهم الاحداث اللي شفنا قبل باش هاكم ما تلفوش، وتبقاو غاديين مزيان مع لي شابيتر الماجين ان شاء الله. بالنسبه لهاد لاله عيشه قلنا مزوجه بمولاي العربي وساكنين في غيو الحجامه، هاد مولاي العربي ديسيد دو غوماغي، قرر انه يعاود يتزوج على لاله عيشه. شكون اللي غيجيب ليه هاد الزوجه هادي؟ سلامه اللي هي ماريوز بروفيسيونيل، سلامه اللي هي واحد الشخصيه الدور ديالها انها كتلاقي الناس اللي باغا تزوج، يعني خطابه، وكتميز بالصوت ديال الراجل، هي اللي غتجيب لهاد مولاي العربي الزوجه الثانيه اللي هي لافيد عبد الرحمن لو كوافور، واللي ساكنين كارتي العدوى. يعني لاله عيشه ومولاي العربي ساكنين في غيو الحجامه، ومولاي العربي والمراه الثانيه في كارتي العدوى. دابا غندوزو للاحداث المهمه. المعلم عبد السلام ديسيد داشتي لي براسلي او نور اي ارجون اسافاب، قرر انه يشري البراسليات ديال الذهب والفضه للزوجه ديالو لاله زبيده. شنو وقع من بعد؟ لا ديسبوت دو بير افيك لو كورتي، المعلم عبد السلام ضارب مع داك لو كورتي. ملي ضارب معاه شنو تاني وقع؟ لو بير ا بيردو سون كابيتال، يعني من وراء داك الخصام المعلم عبد السلام طاحوا ليه فلوسو كاملين، راس المال ديالو كامل. شنو غيدير؟
Il décide de vendre les bracelets, قرر أنه يبيع البراسليات, et quitter sa famille pour aller travailler aux environs de Fès, وقرر أنه يخلي العائلة ديالو ويمشي يخدم في النواحي ديال فاس. يعني ما عنده الفلوس باش يعيش العائلة ديالو, الفلوس باش يخلص الخدامة, الفلوس باش يجيب السلعة, ما كيرضاش يتسلف. هذوك البراسليات باعوا والفلوس ديالو خلاهم للأهل ديالو ومشى يخدم حصاد في النواحي ديال فاس. وفي هذيك المدة ديال شهر غيجمع الفلوس باش يعود يوقف على رجليه من جديد. كنتمنى أن هذا التذكير الخفيف يكون عونكم, وكنتمنى أكثر أنكم تحاولوا دائما تعقلوا على الأحداث اللي قبل باش هاكو تبقاو غاديين أونشيني مع الرواية. إلى اللقاء, إلى فيديو مقبل إن شاء الله, وإلى معلومة جديدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.